اللي هو الجوين بتاع الميكانيكال اناليسيس. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجزء ده مهم جدا بالنسبه لك، مش بس على مستوى التدريس هنا يعني هو الجزء اللي بتحكي فيه، لكن هو جزء يعني احتاجت بيه بعد كده في الحياه العمليه بصفه عامه، سواء اشتغلت في المجال البيطري ما اشتغلتش في المجال البيطري، اي مكان هتروحه وهتقول انت دكتور هتلاقي في حد بيدي لك ريبورت بتاع مرض وبيقول لك قول لي الريبورت ده فيه ايه، تمام؟ فبالتالي ما تاخدش الجزء ده بالذات اللي هتاخده معايا النهارده او هتكمل معاك الجزء اللي جاي على انك انت هتدرسه عشان تمتحن فيه. خده بس على اساس انك انت هتستفيد فيه بعدين في حياتك العمليه، تمام؟ واللي مش فاهم حاجه يسالني سواء هنا او في المكتب او في اي حاجه، ماشي؟ هنبدا الاول كده ببعض التعريفات. ان الهيماتولوجي defined as the scientific study of the structure and function of the blood in health and disease. طبعا ده اللي هو general definition دي اللي بتبقى بصفه عامه. فبالتالي الهيماتولوجي زي ما قلنا بيهتم بدراسه الاثنين اللي هي function of the blood in health and disease. طبعا هتعرفوا بعدين ان الجزء بتاع الهيماتولوجي في جزء منه quantitative في جزء qualitative. كوانتيتيف يعني في النهايه بتحصل على ميجر، يديلك ميجر في النهايه، تمام؟ كوانتيتيف يعني بتقيم الوضع، تمام؟ يعني لما اجي اقيم انا المدرج ده كده اقول المدرج تقريبا 30 مليان، ده اسمه كوانتيتيف. لكن انا عايز كوانتيتيف يبقى اعد الطلبه وادي رقم اقول كام طالب بالظبط موجود في المدرج. هتلاقي ان الهيماتولوجي فيه اجزاء فيه كوانتيتيف، على سبيل المثال الكاونت طريق بلس الكاونت الوايت بلس الكاونت الهيموجلوبين كونسنتريشن وهكذا. هتلاقي جزء كواليتيتيف لما اجي انا افحص البلاد فيل واشوف مثلا الخلايا اللي موجوده عندي هل كبيره في الحجم ولا صغيره في الحجم، هل الستين بتاعتها يعني معناها بتختلف من شخص للتاني، دي اسمها ايه؟ كواليتي. ده اللي هو الانفورميشن اللي موجود في الدم. هنا بقى بنتكلم عن مكونات الدم. مكونات الدم زي ما احنا عارفين زي ما اتكلمنا قبل كده، الدم اساسا بيتكون من جزئين اساسيين. الجزء الاول اللي هو السيلولار بارتس، وده بيمثل لي السيلز اللي موجوده داخل البلاد اللي هي بتشمل الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والصفائح البليتس او الصفائح الدمويه. الجزء الثاني اللي هو البلازما، تمام؟ هتاخد بعدين ان شاء الله في العمل معانا حاجه اسمها البي سي بي، وهتعرف ان البي سي بي هي بتتراوح من 35% ل 45%. معنى كده ان الباقي عباره عن ايه؟ عباره عن فلويد. وبالتالي انا بقول ان الفلويد بتاع السيلفر بارت بيمثل حوالي من 35% ل 45% عباره عن سيلز في الدم. تمام؟ يعني لو قلنا مثلا ان الهيومن في 5 لتر من الدم سيركيوليت في البلاد، يبقى منهم 45% عباره عن سيلز. والباقي عباره عن ايه؟ والباقي عباره عن بلازما. الباقي عباره عن بلازما. ماشي؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الفلويد بارت بيمثل حوالي من 55 ل 65%. طبعا انت لو عملت سيرش هتلاقي بيقول لك دايما ان السيلولار بارت 45% وان الفلويد بارت 55%. بس هي طبعا ما ينفعش نحط لها شارب، يعني شارب ديفينيشن او نحط لها وان نمبر، لازم يبقى فيها رينج ان في اندفيدوال فاريشن. فبالتالي الفلويد بارت بيمثل من 55 ل 65% من الدراسه. الفلويد بارت بيرجع يتكون تاني عباره عن 92% منه عباره عن بلازما، عباره عن موت. 92% من البلازما عباره عن موت، تمام؟ وباقي الاجزاء اللي هي ال 8% عباره عن كونسنتريتس. يعني ايه كونسنتريتس؟ احنا عارفين ان البلاد يعتبر بالنسبه للفلويد اللي بيعمل نيوكل النيوكليات المختلفه للتيشوز. فبالتالي البلاد فيه بايوكيميكال كونستيتوال كتيره دايبه في البلاد، على سبيل المثال البروتينز، الالبومين، الجلوبولينز، الجلوكوز، الكوليسترولز، الهرمونز، المينرالز زي الكالسيوم والفوسفورس، المغنيسيوم، الايرون، ماشي، البوتاسيوم، والصوديوم كتير، تمام؟ مكونات كتير دايبه في البلاد في البلازما، كل الحاجات دي بتشكل لي حوالي 8%. الميجور كومبوننت من المكونات الكونسنتريت هو عباره عن البروتين. تمام؟ يبقى البروتين يعني 8% دي هتلاقي منها 7% عباره عن بروتين، والباقي عباره عن باقي الحاجات اللي هي سيركيوليت في البلازما. طبعا ليه؟ لان البروتين الحقيقه ليه فانكشن كبيره جدا.
أبسط حاجة إن البروتين هو المسؤول عن انتقال الفلويدز، تمام؟ انتقال الفلويدز في الكابيلاريز للتيشو عشان تحصل عملية النيوتريشن للتيشو، وبعد كده عملية الفيزدرول اللي هو عبارة عن الكونتاكت بريشر بيتشارك مع الهيدروستاتيك بريشر، تمام؟ باعتبار البروتين بيكون الكونتاكت بريشر، فهو في عملية بتتم كده في الكابيلاريز عن طريقها بيتم انتقال الفلويدز للتيشو وبعدين بترجع مرة ثانية. فالبروتين هو المين كومبوننت اتحكم في العملية دي، وبالتالي البروتين لما بيقل دايما بيحصل ايه؟ بيحصل إديمة، دايما بيحصل أستايتس وهكذا. طبعا ليها ميكانيزم لو عايزين تعرفوه بنور عليه. ده بالنسبة لي يبقى أهم حاجة أعرفها إن البلاد بيتكون من جزئين، سيلولار بارت وفلويد بارت. الفلويد بارت بيتكون ميرلي فروم ووتر 92%، وال 8% بالنسبة لي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكونسنتريتس اللي هي قلنا الحاجات اللي هي البيوكيميكال كونسيكوال اللي هي دايما في البلاد. احنا طبعا هنتكلم النهارده عن الكومبليت بلاد كاونت او اللي بيقولوا عليه سي بي سي او اسمه هيموجرام او ترانسفكشن. الهيموجرام يعني يعتبر سبريشن بروت شويه، بمعنى ان انا لما اقول كلمه هيموجرام معناها ان انا بشوف حاجات هنا كتيره في البلاد، تمام؟ لكن السبريشن اللي هو الدارج وطبيعي اللي احنا هنعمله النهارده اللي هو الكومبليت بلاد كاونت او ترانسفكشن او السي بي سي، تمام؟ لو انت لاحظت ده اللي هو ريبورت او ذا كومبليت بلاد كاونت اللي بيرجع. طبعا انا لما اقول كومبليت بلاد كاونت انا قلت ايه كاونت؟ يبقى انا هاخد الحاجات اللي ممكن اعدها. هاخد الحاجات اللي ممكن اعدها. ايه اللي ممكن يتعدى داخل الحلال داخل الدم؟ السيلز. يبقى انا هتكلم عن الكومبليت بلاد كاونت هتشمل الريد بلاد سيلز، هتشمل الوايت بلاد سيلز، هتشمل البليتلتس، هتشمل الثلاث حاجات دول، تمام؟ دي الحاجات اللي انا اقدر اعدها، وكل واحده من دول ليها بارامترز، تمام؟ ليها بارامترز عن طريقها بقدر اعمل اسسمنت للخليه دي. طبعا انت لما تشوف الريبورت ده بالوهله الاولى دلوقتي، تمام؟ وان شاء الله نعرضه عليكم في اخر محاضره، المفروض يبقى فيه فرق يعني، تمام؟ لما انت تبص للريبورت هتلاقي الريبورت هنا فيه اختصارات موجوده. طبعا انت المفروض في نهايه البوست ده تبقى فاهم ايه معنى كل اختصار من دول، معناه ايه؟ ايه مدلوله؟ ايه اهميته لو زاد او قل، تمام؟ طبعا اللي فوق دي دايما دي الواي بلس سيلز اللي هي دبليو سيز، بعد كده الار بي سي اللي هي ريد بلس سيل كاونت، بعدين الهيموجلوبين كونسنتريشن الاتش جي بي، في اللي بعد التعامل بتكتبها اتش بي بس، بعد كده الاتش سي دي اللي انت خدتها في العملي وبعد السكاشن اللي هي اسمها الباكت سيل فوليوم، اسمها هيماتوكريت، اسمها هيماتوكريت. الهيماتوكريت اللي هو الجزء ده، تمام؟ يبقى ده الهيماتوكريت، يبقى الجزء ده اللي هو الهيماتوكريت او اسمه البي سي بي، اختصارته يا اما بي سي بي، تمام؟ يا اما اتش سي تي، ده هنتكلم عنه بعدين. الجزء اللي بعد كده ام سي بي مين فور فاسكولار فوليا، وده متوسط حجم خليه الدم الحمراء الواحده، يعني خليه الدم الحمراء حجمها قد ايه؟ حجمها واحده الخليه واحده بس متوسط حجمها قد ايه؟ اسمه الام سي بي. الام سي اتش مين فور فاسكولار هيموجلوبين، مين فور فاسكولار هيموجلوبين، وزن الهيموجلوبين اللي موجود داخل الخليه. مين فور فاسكولار هيموجلوبين. الام سي اتش سي مين فور فاسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، معناها نسبة الهيموجلوبين اللي موجود داخل خلية الدم الحمراء الواحدة قد ايه؟ مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، يبقى دي وزن ودي نسبة، وعم في فرق بينهم دلوقتي واضح يعني اساسا. الار دي دبليو اسمها ريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث، تمام؟ ريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث، ودي معناها اللي هو بتقيس لي الفاريشن in the size of the red blood cells in the circulation. Variation in the size of the red blood cells in the circulation، ودي يمكن مش هنتعرض لها كتير. الـ RDW معناها ايه؟ معناها ان انا خلايا الدم الحمراء اللي موجوده في البلاد، خلايا الدم الحمراء under disease condition ممكن تبقى smaller in size زي في حالات iron deficiency الاقيها microcyst، ممكن تبقى كبيره في الحجم زي في حالات لما يبقى فيه هيموليسيس الليت ستيج اوف هيموليسيس بقول عليها ماكروسيتي،
تمام؟ يبقى حجمها كبير. فحالات الفايتر في البيت وين فيشلز بتبقى كبيره في الحجم، بقول عليها ماكروسيت. طبعا لما تبقى في خلايا ماكروسيت في البلاد او مايكروسيت وفي خلايا نورمال، اصبح في ايه؟ اصبح في فاريشن في السايز، اصبح في فاريشن في السايز. فايه هو الميجرمنت اللي هيقول لي ايه هي نسبه الفاريشن اللي موجوده في السايز او الريد بلاد سيلز قد ايه؟ هو الار تي دم. الار تي دم دي اسمه الريد بلاد سيل ديستريبيوشن. وده في فرق بينه وبين الام سي بي. الام سي بي بيقيس لك متوسط حجم خليه الدم الحمراء الواحد، متوسط حجمها قد ايه؟ في خلايا كبيره وخلايا صغيره، طب متوسط الحجم قد ايه؟ تمام؟ لكن دي بتقيس لي الفاريشن في السايز نسبته قد ايه؟ البي ال تي اللي هي البليتلتس، البليتلتس اللي هي الثرومبوسايتس اللي هي الصفائح الدمويه، طبعا دي ليها صوره واحده ثانيه، يعني في حاجه اسمها الام بي في مين بليتلت فوليوم، تمام؟ وفي حاجه اسمها بليت الكريت بي سي تي، تمام؟ اللي هي تساوي البي سي بي بالنسبه للرد بلاسترز، بس مش موجوده هنا. احنا قلنا فوق ده الحاجات دي كلها لغايه الار دي دبليو خاصه بالريد بلاسترز، خاصه بالريد بلاسترز. وان شاء الله هنتعرف على مديولها وازاي اعمل افيدك في كل واحده فيهم اثناء المحاضره. عندي بقى صمود خلايا الدم البيضاء الوايت بلس سيل، بلاقي التوتال وايت بلس سيل كاونت والديفرنشال، والديفرنشال ليكوسيت كاونت. الديفرنشال بلاقيه اللي هم عباره عن ست خلايا موجودين في البلاد، باتيور نيتروفيل، الباتيور نيتروفيل، خليه الايزينوفيل والبيزوفيل والمونوسايت، تمام؟ الخلايا دي اللي هي اللي هي الليكوسايتس بديها رقمين، ليها اسمها لازم اسمها بيت فرقتين يعني. الحاجه الاولانيه اللي هي الديفرنشال اللي هو الابسوليوت والريلاتيف، وهنعرف ان شاء الله في الجزء بتاع الليكوسايتس ايه الفرق اللي بينهم، تمام؟ يبقى الليكوسايتس دي عندي الديفرنشال اللي هو التفريق، تمام؟ بيقول لي كل خليه من خلايا الليكوسايتس نسبتها قد ايه؟ وعددها قد ايه من التوتال؟ نسبتها قد ايه؟ اسمه ريلاتيف. عددها قد ايه من التوتال اسمه ايه؟ اسمه اللي هو الابسوليوت. يبقى ده بالنسبه لي اول جزء في الريبورت بتاع البلاد، تمام؟ واللي انت المفروض تبقى عارف كل جزء فيه معناه ايه، تمام؟ الجزء الثاني اللي هو ده اسمه نورمال رينج او اسمه ريفرنس رينج، وده بتلاقيه موجود في اي ريبورت. الريبورت طالع يخص انيمال، يخص هيومن، يخص دوج، يخص كات، يخص كاتل، اي حيوان اللي ريفرنس رينج. ريفرنس رينج معناها نورمال رينج. النورمال رينج اتعمل ازاي؟ ان احنا بنجيب عدد كبير من الحيوانات الهيلثي ما يقلش عن 120 حيوان في كل جروب، تمام؟ سيرت الايش، وبعد كده ببدا اقيس فيهم البارامتر. بعد ما اقيس البارامتر برجع بالرينج ده، الرينج اللي هو موجود في كل بارامتر في البارامتر ده اسمه نورمال رينج. بمعنى ان لو الريد بلس كاونت مثلا هنا النورمال رينج من 3.9 5.3، لو قل عن 3.9 بقول عليه انيميا، ولو زاد لو قل يبقى ابنورمال، ولو زاد يبقى ابنورمال. يبقى الطبيعي بيبقى فين؟ يبقى في الرينج. ده معنى كلمه الريفرنس ايه؟ الريفرنس رينج. ودايما انت يعني بتحكم على الريبورت من خلال الريفرنس رينج، تمام؟ طبعا اللي بيشتغل لو انا مثلا بدخل العينه على جهاز بلاس الكاونتر، البلاس الكاونتر متغذي بالريفرنس رينج موجوده جواه. يعني عندنا جهاز هنا، اختار انت نوع الحيوان وتدخل عينه الدفع، وجهاز يطلع لك ريبورت ويكتب لك جنب كل جنب الحاجات الابنورمال، يكتب لك مثلا جنب الهيموجلوبين اتش معناها هاي، يكتب لك لو ليل معناها لو. في بعض الاجهزه تحط لك نجمه، تمام؟ يبقى دي معناها ايه؟ الجهاز نفسه بيسهل عليك العمليه وبيقول لك على طول المشكله موجوده فين، تمام؟ لكن انت لو شغال مانيوال برضه بتشتغل مانيوال عادي، بتحط الارقام بتاعتك وتبدا تقارن بالريفرنس ليج، وبالتالي انت بتقول ان هو النورمال الابنورمال بيزد على مين؟ بيزد على الريفرنس رينج اللي موجود قدامك، تمام؟ الموجود الخاص بالمعمل، وكل معمل طبعا بيبقى ليه ريفرنس رينج موجود عليه.